ليه بدك تفلي هلأ؟ صارت الساعة 4، ما بقى في اتأخر لأن دادي عامل اجتماعنا بالشركة وضروري يكون موجودة. بدي اتعرف عبي؟ لا قصدي بكير. رمزي انت بتعرف انه دادي بعد ما بيعرف شي عن علاقتنا. ما مش هيك بدي اتعرف عليه. بليز مش هلأ، بدي شوية وقت لحتى اقنعه. انت بتعرف دادي عقليته شوي على قديم. ما تخليني انطر كتير اوكي؟ انا مغروم فيكي، فهمتي الموضوع؟ بعرف وانا كمان. يلا صار لازم انزل، هيدا بيت لينا. طيب لأمتين بدي وصلك عن بيت لينا؟ انا بحب وصلك على بيتك قدام كل الناس. رمزي اول مره وصلتني على بيتنا بالرابيه دادي كان عارف انه انا ظاهره مع شخص مشهور، عشا وبيقطع. بس هلا الوضع تغير ونحن صرنا مع بعض، يعني بدي شوية وقت لحتى اقول له. دليل انا بحياتي ما استعجلت لاتعرف على اهل حدا قد هالمرة. حظي. رح شوفك بكرة بعد الظهر، صرت غايبة كتير على الجامعة هالفترة، مخلص على 3. 3 كتير منيح، انا عندي موعد بالبيت مع ملحن. بدك ابعتلك جو جيبك من الجامعة؟ لا ولا شوفير دادي بيوصلني. اوكي لكن خليه يجيبك لعندي على البيت، خلص من الملحن ومنظهر. اوكي باي. اشتقت. وانا كمان. شوفير دادي؟ من وين هلا بدي اجيب شوفير دادي؟ مشدوبة. يا عم؟ نعم. قديه اجر سيارة بالنهار؟ حسب السيارة، إذا عادية بحدود $50. $50 بالنهار؟ أنا هيك بعرف. وإذا مرتبة؟ أكتر بكتير. قدي يعني؟ بين 150 و 300، ما بعرف هيك تقريبا. $300 بالنهار؟ أكيد. عبالي فل، إيش هل من هالبلد؟ بدك تستأجر سيارة؟ بدي استأجر سيارة موديل السنة، غالي كتير وبدي معها شوفير. ما توخزيني بهالكلمة، أدي بدك تدفعي؟ دورك الايسي؟ قويله. ترى معي. يلا بنوي. لك شو بنوي؟ بليز كمال بليز، شو بدي اعمل بكره؟ من وين بدي اجيب شوفير يوصلني؟ بكره بنفكر على رواق. لك ما فينا نفكر على رواق. بليز كمال بليز، ما في وقت بكره، بتجرس قدامه. طيب في فكره براسي، بس خليني اشوف اذا بتزبط بالاول. اوكي، قلي شو هي؟ خلينا اسال الشخص اذا بتزبط. بليز كمال بليز قلي شو هي، ما في انطر لبكره. عمو عيد، ايه مش بيشتغل شوفير عند حدا مهم؟ بلا. اذا في جيب لنا السياره يلي بسوقها بكره ويوصلك فيها. ولك ما اسكيك، لك كيف ما فكرت فيها هاي؟ يلا مش روح نساله هلا. هلا 10:30 بالليل، خلينا لبكره. بليز كمال بليز خليني اطمن بالي من الليله، بركي ما لقيني بكره. دليدا ما لي عين روح لعنده هلا الساعه 10:30 بالليل. كرمالي. لا يعني لا خلص انا اللي بقرر. بونسوار عمو عيد. شو؟ من ربع ساعة شفتكم نازلين من التاكسي، وين غطستوا؟ كان عندنا مشوار. لوين؟ لعند عمو عيد. شو فيه؟ عايزينه. بهلال؟ ايه بهلال. شو عايزينه؟ دليدا عندها مشوار وكان عبالها انه عمو عيد يوصلها بسيارة الزلمة اللي بيشتغل عنده. ليه بعدها بتظهر مع رمزي دين؟ واكيد بعدها فيلمته بخبرية دادي المليونير. مش هيك بالتحديد بس انه ايه.
واكيد هذه فكرتك الجهنميه انه تروح تحكي مع عمو عيد. لا مش هيك بالتحديد يعني، بس انه ايه. وطبعا رحت معها تتوسط لانه عمو عيد بحبك. مش بالتحديد يعني، بس انه ايه. خيي قرب تقلك شغله. قرب خيي بعرف، مش ضروري تقولها. الحمار الله لا يقيمه. هاي كمون. هاي. بعدك مرة تروح على استديو عند رمز اليوم او غيرت رأيك؟ شو مجذوبة انا لحتى غير رأيي؟ دليل انتبه على حالك. شو بك صراع على الحرب؟ راح عند رمز يا حبيبي غرامي. ليك دليل، اذا جرب يعمل شي حركة هيك او هيك بتوقفي عند حده اوكي؟ إذا جرب يعمل شي حركة هيك أو هيك، شي لإيدي ضربته كف هرت له سنانه. عم بتكذبي دليلة. أكيد عم كذب كمال. عم تكذبي؟ يعني لأكون صريحة معك، حسب الحركة رح يعملها. إذا مسكت إيد ما عليه، إذا عبوطة صغيرة تقطع، بس إذا بوسة يا ريت. دليلة؟ شو بك عم بمزح؟ شو بدك اقول عني وحده فلتانه؟ ايه بس خليتيه يبوسك قبل. ايه قبل لما كان يبوسني كنت اخشى، بس هلا وقت عم بجرب يبوسني صرت قويه واخت رجال. عن جد؟ عفوقك كمال، ميرسي على عمو عيد، لما منك ما كنت عرفت شو بدي اعمل. ما تعتلي هم. دخلك شو بك اليوم مش على بعضك؟ غادة. شو بها؟ رجعت لعنا على البيت. كيف عطيك اياهم ببلاش؟ شو فرقانة معك انت؟ مهم عطاني اياهم. طب ليش؟ ما في لك هيدا سر. ايه رح خبر بي وامي. اوكي خبرهم، هيك بقصصوني ما بقى رح فيي اشتري خراب من عمو جورج، وانت ما بقى رح يطلع لك شيء. عم بمزح مفروض. وانا كمان ضروري. شو يعني؟ يعني ما بعرف إذا رح تنحل مثل المرة الماضية أو لا. غادة مصرة على الطلاق. ما مصدق. أصلاً ما بعرف ليه برهوم هالقد معلق على قصة الولد. بركي أنا بحكي معه. يا ريت يا كمال، كل عمركم أصحاب، بس أهم شيء غادة ما بتعرف. أنت ما تقولي هذا. بس بركي برهوم فكر إنه هي بعتتها. هذا الموضوع اتركيه علي. أنت ما في منك بالدنيا. كمال؟ بتعرف انه انا ما في عيش ولا نهار بليك؟ انا كمان بحبك كتير. وانا كمان رح اضلك حدا لحتى تساعدني بكل مصايبي؟ اكيد انا دايما حدا.